اهلا بكم في فيديو جديد عن الذكاء الاصطناعي. الموقع ده زي ما انت شايف ممكن يعرض لك اغرب الصور، وممكن تصمم اي صورة تخطر على بالك من غير محرك البحث ده. مجرد بس ما تكتب اي صورة تخطر على بالك هنا، هو على طول بيصممها لك. يعني مثلا انا كتبت رائد فضاء يركب حصان، astronaut riding a horse، زي ما انت شايف كده. بعد كده بضغط على كلمة generate او توليد الصورة، بيبدأ يعد كده شوية وبعدين يبدأ يصمم لك هو الصورة بنفسه. الذكاء الاصطناعي ده يعني هي فكرة غريبة ومريبة شوية، يعني الموضوع فعلا مش سهل زي ما كل الناس فاكرة. دلوقتي صمم لي يعني رائد فضاء راكب على حصان. طيب ممكن تقول للناس لا، انت ممكن تكون عامل الصورة دي. طيب انا هغير في محرك البحث، ممكن اكتب monkey astronaut، تمام، monkey، وبضغط على جنريت اللي هو كارت رائد فضاء. تنتظر كده شوية وبيبدأ يعمل توليد للصورة وتركيب للصورة علشان يطلع نفس الصورة اللي في مخيلتنا بالظبط. تخيل كده ده شكل الصورة، أنا كتبت رائد فضاء كارد أو كارد رائد فضاء، زي ما أنت شايف جايب لي صور شكلها عامل إزاي. طيب ما تيجوا بينا كده نسرح بخيالنا شوية، ممكن نكتب a horse riding a bicycle، حصان يركب دراجة. تعالوا بينا نكتبها كده، تمام. بعد كده بضغط على generate، تنتظر كده شوية يبدأ يركب الصورة. الموقع هتلاقيه موجود في الرابط اللي أسفل الفيديو، تقدر تدخل عليه وتتخيل أي صورة تكتبها عندك هنا. طبعا هو ظهر لك حاجات زي دي، بس هنا في دراجة، هو ما جابش الصورة كاملة أو نفس الصورة النمطية اللي هي كانت في دماغي بالظبط. انا ممكن كنت افتكر ان هو كان يجيبها حاجة كرتونية، بس انا كده معاكم لسه تجربة جديدة في الفيديو ده. انا لما جيت اعمل توليد للصورة تاني ظهر لي حاجات زي دي كده، ممكن اعمل جنريت من جديد يمكن يظهر حاجة تانية او مشابهة للصورة اللي في دماغي بالظبط. ظهر برضو نفس الصور اللي قدامي دي، وبرضو ما كانش هي الفكرة اللي في دماغي، بس هو ممكن يرسمها لك صورة كرتونية. بس ما تحاولش تستغرب قوي، يعني قال لك انا في كلمة surprise me اللي هو ما فاجئني، ممكن يكتب لك حاجات هو اللي بيعملها لك. ممكن تقول له مثلا في أي حاجة هو يعرضها تحاول تخليه يجيب الشكل النمطي اللي هو عايزه، تمام. هو مكتوب لك هنا زجاجة أو إزاز مرسوم عليه شكل روبوت أو الإنسان آلي، زي ما أنت شايف. شوف عرض لك إيه. الذكاء الاصطناعي غريب جدا، و أكيد أكيد مليون في المية هي في الأيام اللي جاية دي هيتطور بشكل كبير جدا. أنا شرحت في الفيديو اللي فات عن الذكاء الاصطناعي وإيه مميزات الموقع دي أكتر، تقدر تزورها في الرابط دلوقتي، وما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. مع السلامة.